تكلم اليوم الواحد من السيطرة على شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة، بات بإمكاننا التجول بكل حرية واعتيادية في هذا الشارع، وتسيطر القوات المشتركة بشكل كامل على معظم شارع صنعاء وصولا إلى عمق مدينة الحديدة، حيث تحتدم المعارك في الطرف الشمالي لهذا الشارع. عشرات الآلاف من الإطارات المحترقة وغير المحترقة نشرها الحوثيون بهذا الشكل في كل شوارع مدينة الحديدة، التي تعرضت أيضا لتخريب كبير وتجريف للطرقات من أجل زرع الألغام والعبوات الناسفة. لم تكتفي الميليشيات بتخريب البنية التحتية وحفر الخنادق، بل عمدوا إلى جلب هذه الحاويات التجارية من ميناء الحديدة وقطع الشوارع بها، وكانت تعد الخط الدفاعي الأول لميليشياتهم قبل أن تنهار أمام تقدم القوات المشتركة. صلاح بلغبر، سكاي نيوز عربية، من داخل مدينة الحديدة.